قد سمع نداءكم بقلبه، ومن غير ذاك القلب يسمع الندى. مرسوم تنضح منه العدالة، فالتزموا به يا أصحاء. مرسوم كتب بالرحمة والحب، ويستحقه أهل النقاء. حقوقكم مصانة، ولا فرق بين ذي همة وبين الأسوياء. بورك القلب، بورك القلب الذي كتب سطورا تفيض بوافر العطاء. بوركت قائدنا، ودمت نورا تفخر به الأرض وتعتز به السماء. ما أجمل العطاء وما أجمل المعطي والمعطى إليه. مرسوم مشاهدينا ببنوده العدالة والإنسانية بأبهى صورها. اليوم أيضا مشاهدينا ببرنامج أنا قادر بصرنا أن نلقي الضوء أيضا على المرسوم التشريعي رقم 19 من وجهة نظر الخبراء في شؤون الإعاقة. لهيك بصرنا مشاهدينا مستضيف معنا بالاستوديو الدكتور آذار عبد اللطيف، وهو أستاذ في جامعة دمشق تربية خاصة وأيضا خبير في شؤون ذوي الإعاقة. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا، نورتنا. يعني مثل ما نوهت لمشاهدينا، يمكن هي مو أول مرة نحن يعني مناقش المرسوم، ولكن لأهميته فعلا يعني، ولا كل النقاط اللي فيه، ولكن هالمرة يعني من وجهة نظر حضرتكم بما أنكم ضالع بشؤون الإعاقة. خلينا نحكي بداية دكتور آذار عن أنه سوريا دائما هي سباقة يمكن بالاهتمام بذوي الإعاقة، وكان في تطوير للمراسيم والقوانين الخاصة فيهم. خلينا نحكي بداية الدولة، يعني شو نحكي عن التاريخ اللي كيف كان يعني الاهتمام بذوي الإعاقة لا الآن هذا المرسوم يعني اللي 19. مرة ثانية نحييكم ونحيي، وشكرا لهذه الفرصة. طبعا هذا المرسوم يستحق أكثر من إطلالة إعلامية بأكثر من مكان. الجمهورية العربية السورية من الدول السباقة التي كانت في مجال الإعاقة، التي قدمت الكثير الكثير منذ خمسينيات والستينيات القرن الماضي. وهذا كان يتضح عبر التاريخ من خلال ما أثبتته الجمهورية العربية السورية، بأنها كانت من الدول التي أسست اتحاد عربي للمكفوفين آنذاك، واعتمد هذا الأمر بالجامعة العربية. هذا الأمر انعكس إيجابا على شريحة المكفوفين آنذاك في الجمهورية العربية السورية، وتم إعداد معاهد ومدارس وروضات إلى علاقة بهذه الشريحة، ومن ثم بدأت الاهتمام بشرائح أخرى بهذا الموضوع. إلى أن أتى مؤتمر سيدمانكا بثمانينيات القرن الماضي الذي وضح الكثير من النقاط، وطلب من كافة دول العالم التي شاركت به، وكان سوريا من المشاركين بهذا الموضوع، أن تهتم بهذه الشريحة. كانوا بنهاية المطاف هذا الطفل مهما كانت إعاقته أو هذا الشخص، هو فرد بالمجتمع، أكيد محسوب على المجتمع، له واجبات، عليه حقوق بهذا الأمر. ومن ثم بدأت الاهتمامات بهذا الأمر، والجمهورية العربية السورية عام 2000 كانت في بالنسبة لوزارة التربية أيضا كانت من أوائل الوزارات التي تصدت لهذا الموضوع، وتم إحداث قوانين وقرارات بموضوع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدارس العادية، وبدأ القطار كما يقال عم يمشي رويدا رويدا. هناك أخفاقات في مكان، نجاحات كثيرة في مكان أخرى، إلى أن أتى المرسوم 34 عام 2004. هذا المرسوم آنذاك في تلك الحقبة الزمنية أيضا كان من المراسيم التي كانت تتناسب جدا مع المرحلة المجتمعية التي تتناسب به. حدث على وطرأ على هذا المرسوم مجموعة من التعديلات، وصدر المشروع أيضا المرسوم تشريعي عام 2012، إلى أن الآن نحن أمام مرسوم حضاري شامل. يعني كلمة حضاري تعطي المرسوم الشمولية النفسية التربوية بكل النواحي، بكل النواحي القانونية الأخلاقية بكل النواحي،
هو مرسوم 19 الذي تكرم به السيد الرئيس بشار الأسد لهذه الشريحة المجتمعية. تمام. وهذا بصراحة هذا المرسوم يعني أخذ فترة لا بأس به من الدراسة من مجموعة من الخبراء، أيضا درس بعناية بمجلس الشعب، أيضا إلى أن رأى النور في عام 2024. تماما، يمكن هي كانت رسالة من القيادة انه فعلا نحن مهتمين بهي الفئة، لانه هي فئة مثل ما قلت حضرتك دكتور ازاد، هي موجودة بالمجتمع وجزء من المجتمع، وللاسف الازمة مثل ما قلت حضرتك يمكن زادت اعداد للاشخاص اللي عندهم اعاقة، لهيك يمكن كان لازم فعلا هذا التطوير بهذا المرسوم. هلا رح توضح معنا من خلال تماما الحوار النقاط كلها اختي اللي الكريمه كانت، تماما انه الازمه يعني فتحت آفاق أخرى للتفكير بشريحة هذه، إلى الآن حتى الآن يعني إحدى النقاط اللي إحنا اللي ممكن من بعد انطلاقة هذا المرسوم تمام بدأ التفكير بها بشكل جدي، إنه حتى الآن الجمهورية العربية السورية ليس لديه إحصاءات دقيقة لكافة شرائح الإعاقات الموجودة في سوريا، تمام؟ والآن بعد صدور هذا المرسوم تم تنظيم الكثير من القضايا والأمور، وأصبح هناك عاتق من المسؤوليات على الجهات والوزارات وكافة الوزارات في تماما الدولة، وليس فقط وزارة الشؤون أو وزارة التربية تمام. على الإطلاق. هذا الفرق يمكن هلا صار كل وزارة عندها نعم مسؤولياتها نعم وعندها مهام كمان. يمكن الناس هلا هون عم تسأل ومشاهدينا ببرنامج أنا قادر، نحن كثير سعيدين يمكن برنامج أنا قادر يمكن كثير، لأنه نحن دائما مع ذوي الهمم ذوي الإعاقة، ولكن دائما دائما بنشوف عندهم طموحات عندهم أحلام عندهم أماني يمكن هلا يعني تصير تتحقق، ولكن في وقت للتنفيذ. خلينا نحكي مثلا نبلش بكل وزارة شوي، نحكي عن كل تمام وزارة شو مهامها، تمام ندخل بتفاصيل أكثر لحتى يفهموا مشاهدينا، وخاصة كمان مو بس هي بتخص يمكن مشاهدينا، بتخص أهاليهم، بتخص اللي عم يهتموا فيهم كمان هاي المرسوم القوانين. وبشكل عام احنا يعني اليوم يعني قد ما حاولنا نحكي بالمرسوم بما انه لم تصدر التعليمات التنفيذية بشكل تماما مطلق، فنحن قد يكون لدينا بعض الاجتهاد قليلا، والتوضيح ولكن يمكن نوضح ما بين السطور، وهذا أمر كثير بهم خاصة شريحة الأخوة ذوي الإعاقة. تمام طبعا طبعا وضع من أهم النقاط برأيك خبير بهذا المجال، وأنا دائما بقول لطلابنا لأنه دائما المصطلحات التي كانت تصف الأشخاص ذوي الإعاقة ليست دائما كانت تعطيهم حقهم في هذا الوصف. فأنا على سبيل المثال هناك مثلا مصطلح الأشخاص الناقصين، الأشخاص العجز، عاجزين كانت العجز، تماما الأشخاص ذوي الاحتياجات خاصة، علما أن من يضع نظارات لكي يقرأ جيدا هو من ذوي الاحتياجات خاصة، فكيف يمكن لي أن أربط ما بين ذوي الاحتياجات خاصة من يضع نظارات ومن يعاني من شلل دماغي على سبيل المثال؟ تماما في تماما فروق في مثل ما عم فروق تحكي في حضرتك فروق دكتور يعني في أسد. هذا أكيد في هذا المرسوم. هذا المرسوم وضح الأمور وأطر التعريف تحت مصطلح شامل، تماما وايضا تم اصدار قرار من السيد وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل الاستاذ لؤي على ان كافه الجهات التابعه لوزاره الشؤون ان تضع مصطلح ذوي الاشخاص ذوي الاعاقه بدل مصطلح المعاق، مصطلح كفيف، مصطلح الى اخره. حتى يمكن هذا المصطلح هو بيزعج يمكن ذوي الاعاقه، نحن هذا بس لضمان حقوقهم مثل ما عم تحكي حضرتك يمكن دكتور ازاد، وحتى يتصنفوا في صح وحتى ياخذوا انه في شيء عم يعيقهم. هي دائما كمان حتى ذوي الاعاقه كانت يعني بتزعج هن الاشخاص، ونحن من خلال البرنامج بنعرف انه ما بيحبوها يعني الامر حتى لهالكلمة. ذلك يعود الى لانه عدم وجود نشر ثقافه اعاقه بالمجتمع. تماما نحن دائما كنا نتعامل كالمجتمع الشرقي بشكل عام مجتمع عاطفي حنون، فيتعامل مع القضايا المجتمعيه بعاطفه، لذلك احنا دائما نطلق على هؤلاء الاشخاص مستنصفه يا حرام او العطف او الشفقه او مثلا المثل الدارج اذا شفت العام الدب وبعنك اكرم من ربه على سبيل المثال بهذا الامر. هذا الامر يعكس ثقافه مجتمع. تمام. هذه الثقافه اذا لم تتغير عند كافه الشرائح المجتمعيه بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقه، يعني انت دخلت يمكن لاهم نقطه هون. نعم. وهي المرسوم وضح يمكن حتى هي الناحيه، ولكن فعلا عم تحكي بنقطه جوهريه، خليني هيك شوي نوضحها اكثر لمشاهدينا وللاشخاص للاسر يعني، طيب خاصه انه في ناس بتخجل تخجل. طيب على سبيل المثال يعني هلا احنا لما انطلقنا رح ناخذ مهمات الوزارات من المرسوم ولكن قد لا يكون بالترتيب. على سبيل المثال الجانب الاعلامي. تمام الجانب الاعلامي بلشت فينا فورا دكتور لانه احنا مباشره على الهواء هلا وخلينا، فانه مثلا تفضل. الجانب الاعلامي له دور كبير جدا جدا بهذا الجانب، فعندما وزاره الاعلام اصبح ضمن المرسوم الحالي مهمات واحد واثنين وثلاثه تمام تتوضح امام الجهات المعنيه بوزاره الاعلام،
أصبح لابد لنا بالنسبة للمشاهد الآخر عندما يقرأ الإعلان، عندما يشاهد موقف ما، عندما يرى موقف ما أو إلى آخره، أصبح عنده دراية معينة أنه أنا مر معي هاللمحة. المسلسلات، المسرحيات، الأفلام تماما لازم تعكس هذا الموضوع، تماما تاخذ مو دائما تعكس لنا شخصية المعاق، أنه ذلك الشخص اللي بنضحك عليه أو الشخص تماما اللي على البركة أو الشخص أو كذا إلى آخره. طبعا ليش؟ بالنهاية الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لدينا فروق فردية مثل الأشخاص العاديين، أكيد أكيد وبالتالي الأشخاص العاديين عندهم قدرات عالية، عندهم قدرات فائقة بالذكاء، أيضا لدينا أشخاص. لماذا إحنا أصرينا على الأشخاص ذوي الإعاقة؟ لأنه باللغة العربية المعوق هو ذاك الشخص الذي لا يتمكن من القيام بأداء دور نتيجة إصابة ما. فعلى سبيل المثال أنا لا أتمكن من الصعود إلى الدرج كون عندي شلل دماغي، أكيد عندي كرسي متحرك، ولكن دماغي شغالة، يعني ليه بتعاملني على مبدأ الكرسي ونسيان الأمور الثانية بهذا الموضوع؟ تماما لذلك الدول المتقدمة بهذا المجال بعد أن نشرت الثقافة بهذا الجانب أصبح لدينا أشخاص مبدعين من ذوي الإعاقة. ونحن برنامج أنا قادر شاهد، يمكن تماما شاهد أنا تماما على متابع هذا الناحية اللي عم البرنامج تحكيها تماما، والحالات اللي عم تشوفوها، ولكن أنا أريد هذا الجانب يتعمم هذا أن الموضوع يتعمم بالمجتمع ككل. على المجتمع ككل. تماما إذا انتقلنا إلى وزارة التربية، وزارة التربية أنا دائما بقول هي من الوزارات التي يجب أن تتحمل عبء إيجابي بمسألة الأشخاص ذوي الإعاقة. تمام طبعا بين مرسوم حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعليم. والاندماج تمام طبعا فأنا كيف يمكن لي أن أحقق الدمج إذا لم أنا لست مؤمنا بموضوع تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة؟ تمام طيب حتى أنا أمن التعليم لازم يكون عندي متطلبات نجاح هذا التعليم، أهم تمام متطلبات بنسميها إحنا الكود الهندسي. فالطفل تمام خلينا نوضح لمشاهدينا شو المقصود بالكود الهندسي، يعني الكود خلينا الهندسي، تماما الكود الهندسي هو مجموعة من الإجراءات والإنشاءات التي تقام على خلينا نسميها تسهيلات وصول تمام الطالب إلى الصف، إلى المدرسة، إلى الشعبة بأريحية بدون أي مشكلات. فعلى سبيل المثال لازم يكون عندنا درابزين بكل مدرسة مريحة، يجب أن يكون لدينا رمبة أيضا تطلع عليه إذا كان طفل تمام بكرسي متحرك، سواء كان كهربائي أو سواء كان حتى يدوي عجل أو تمام يدوي. إذا كان الأمر مستصعب بهذا الموضوع، إجراء بسيط من مدير المدرسة أنه بدل ما يكون الصف الثالث اللي فيه طفل من ذوي الإعاقة بالطابق بالطابق الثالث تماما بننزله على يكون الأول، بالطابق نزله تمام أعمل له أنا فقط الكود الهندسي للطابق الأول، شو المشكلة؟ انحلت المشكلة تمام؟ تمام. إذا أنا استطعت أن غيرت ثقافة حتى وللأسف المعلم دكتور إذا ما كانوا يستقبلوا الطلاب دائما تمام إنه ما بنقدر نحن تمام ما عندنا هي، فهلا لا صار في إجباري وإلزامي يمكن تقريبا حتى يعني لازم يهيئوا مثل ما عم تحكي الكود الهندسي ويهيئوا حتى يقدروا يستقبلوا، هناك رجال وخاصة الأرياف يعني دائما يعني دائما بنسمع هي الشكوى عبر برنامج أنا قادر، يعني طب هو ريف وما في غير بالمدينة وهون عبء المواصلات تمام بتصير مشكلة. هلا انا عضو بلجان موجوده بوزاره التربيه عم نشتغل على موضوع بطاقه قبول الطلاب ذوي الاعاقه بالمدارس. حلو تمام، وبالتالي تمام لا يوجد اي حجه بهذا الموضوع. طبعا هذه البطاقه ساعتقد انها قريبه جدا ستطلق بإشراف سيد الوزير التربيه، وجهه ثانيه هذه البطاقه اصبحت تلزم من هو قابل للتعلم، من هو قابل للدمج، من ليس لديه هاتان الصفتان لدينا حل اللي هو التأهيل المهني، قد يكون لديه تمام قدرة على التأهيل حسب المهني قدرات حسب الطالب قدراته حتى تمام يتعلم مهني يعيش منه، وليس بالضرورة أن نشاهد مثلا ذوي الإعاقة على إشارات المرور أو إلى آخره إذا كانت قدراته تتسع بها. إذا نرجع نركز على النقطة، أنت عم تركز على أكثر من نقطة، يمكن كل نقطة بدها فعلا تركيز نأكد أكثر على تمام نقطة مهمة هنا، هون ثقافة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا دائما أكرر هذا، في الدول المتقدمة هيئوا المجتمعات لتتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة، في المجتمعات النامية للأسف على المعاق أن يكيف نفسه مع البيئة المحيطة وما تمام في يعني كمان دائما في معوقة، دائما في شيء يعني هو عنده هالقدرة وجاهز يعني يقدم وبيقدر، بس ولكن دائما في مشكلة بتعيقه. فلهون نحن هي يمكن دور كل وزارة هلا، طب لازم يكون في هيك اجتماع يعني بين الكل، لازم يكون في تنظيم، قد ايه بياخذ وقت مثلا حتى نعرف نحن الخطة التنفيذية خلينا نشوف أو الإجراءات، يعني قد ايه بدها وقت هي، لأنه دائما عم يسألونا أنت يعني أنت يصير هذا الموضوع. الموضوع احنا ننتظر التعليمات التنفيذيه التي ستصدر بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
هناك المجلس الوطني للإعاقة. المجلس الوطني للإعاقة هو المجلس الذي سيكون مشرفا حسب ورد بالمرسوم على الخطط التي توضع للإعاقة في الجمهورية العربية السورية، تماما. ويتابعها بكل وزارة بتفاصيلها. وهناك بين كل وزارة حسب ما ورد بالمرسوم ممثل لها، مثلا لدينا رئيس المجلس أحد الوزراء، لدينا معاون وزير معاون الصحة وزير صحة، معاون وزير التربية، تربية، معاون، تماما. تمام، وخاصة أنه في عضو من ذوي والشؤون الإعاقة الاجتماعية والعمل، يعني. لدينا عضو من ذوي الإعاقة، لدينا 3 ممثلين خبراء بالإعاقة، ولدينا تمام 3 ممثلين للمنظمات غير الحكومية. تمام تمام، بس في تصويت يمكن بحق لمين التصويت وبحق لا، حتى يعني أي قرار كمان لازم يكون عن طريق مثل التصويت. أي اجتماع، تماما، مثل أي اجتماع. مثل أي اجتماع، إذا مثلا تساوت رئيس المجلس، رئيس المجلس تماما مثل أي الأحقية. مثل أي مثل حسب بهذا الموضوع. لذلك احنا عندما لا نخشى بهذا الموضوع، الان اصبحت، عندما كان المجلس المركزي سابقا يعني للاعاقه كان هناك بعض القضايا التي لم يكن قادرا على التدخل بها. تمام، الان القانون، المجلس الوطني للاعاقه اعطى اصبحت الامور واضحه، من سيضع خطط الاعاقه في الجمهوريه العربيه السوريه، تمام من سيتابعها، من سيشرف عليها، بطاقه الاعاقه، من سيشرف على وضعها، من سيكذا، كل المشكلات التي يعني لها علاقه مباشره بالاعاقه والاشخاص ذوي الاعاقه تصب في سله المجلس الوطني للاعاقه. في عندنا نقطه كثير تمام مهمه، انه المرسوم بالنهايه قد يكون بعض النقاط لم يذكرها، وبالتالي يمكن لاي اشخاص من اشخاص ذوي الاعاقه ان يراسلوا مجلس الاعاقه انه هالمشكله احنا ما شفناها بالمرسوم، يمكن اضافتها للمرسوم، يمكن تمام للتعليمات التنفيذيه، يمكن اضافه، لا لا. تمام، هذا يعطي في هناك مرونه وليست فقط بها مع انه غطى يمكن كل النواحي، وخاصه الناحيه اللي يمكن اللي مهمه كثير، حتى الناحيه النفسيه يعني. لهيك يعني كمان خلينا أبي كمان نحكي على هي الناحيه النفسيه، بس اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدين هيك نشوف. كان في تحيه من ذوي الاعاقه لسياده الرئيس على هذا المرسوم، خلينا نحضر مع بعض انا وانت دكتور مشاهدينا. أتوجه بجزيل الشكر للسيد الرئيس بشار الأسد لإصداره مرسوما بدمج ذوي الهمم والمبصرين. شكر السيد الرئيس بشار الأسد على مرسوم خاص بذوي الهمم، بحبك كثير. أحب أن أشكر سيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد بخصوص المرسوم الذي أصدره لذوي الاحتياجات الخاصة. باسمي وباسم أطفال سوريا ذوي الهمم، أتوجه بالشكر للسيد الرئيس بشار الأسد على هذه المكرمة التي خصنا بها. المرسوم رقم 19 لعام 2024. شكرا من القلب سيد الرئيس. أسد لعمري قائد بشار، بحر العطايا من عطاك يغار. أتقدم بالشكر الجزيل من السيد الرئيس بشار الأسد لإصداره مرسوما خاصا لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة. أكيد
أكيد شكرنا للسيد الوطن، يعني دائما وأبدا ما بت يعني قد ما شكرنا نحن يمكن ما بنوفي حقه على هذا المرسوم. وكمان بدي أشكر هالأطفال اللي كلهم يمكن في منهم كثير من أصدقاء برنامجنا، كمان بدي أوجه لهم تحية وشكر لكم ولكلامكم هيك اللي من القلب واللطيف. شو رأيك دكتور؟ يعني أنا من خلال اطلاعي على العديد من القرارات والمراسيم التي صدرت على مستوى العالم، وأحكي بشفافية وأتكلم بشفافية أن هذا المرسوم يعتبر من المراسيم التي يعني ترفع لها القبعة بامتياز، لأن السيد الرئيس عندما أصدر هذا المرسوم بكل تفاصيله وأعطى كل وزارة من الوزارات مسؤوليات، هذا حمل كل وزارة عاتق، لأنه بصراحة كانت في بعض الفترات كان كل وزارة تلقي اللوم على بعض الوزارات. يعني أنت حطيت يدك على الوجع دائما. مو نحن كذا، وللأسف كانت الجمعيات الأهلية يمكن هي المنفذ الوحيد لزاوية هو المنظمات بالمرسوم أصبح ما فيش أصبح منظمات غير حكومية. احنا دورنا بالمنبر الاعلامي ايضا نوضح المصطلحات للاخوه، انه اذا سمعوا مصطلح المنظمات غير الحكوميه هي نفسها الجمعيات الاهليه. تمام. اي مجتمع لا يمكن ان يتم النجاح له ويكتب له النجاح ما لم يكن هناك تكاتف ما بين الجانب الاهلي او المجتمع الاهلي والمحلي والجانب الحكومي. تمام. وبالتالي المنظمات غير الحكوميه تقوم بدور، وانا برايي بدون مني هذا واجب عليها بكل، وايضا واجب على القطاع الحكومي ان يقوم بهذا الامر تجاه شريحه مهمه من ذوي الاعاقه. اذا اخذنا فقط نسبه النسبة العالمية التي حددت سابقا اللي هي 10% من انه بالصحة العالمية تقول انه كل اي مجتمع من دول العالم 10% من سكانه من ذوي الاعاقة، كافة اعاقة. تمام. الان احنا اخذنا هذه النسبة واخذنا المجتمع السوري عدده 20 مليون بده يطلع ل 2 مليون، الان بالازمة رح يكون ايضا اكثر زاد عدد المعوقين بهذا الاشخاص ذوي الاعاقة بهذا الامر. هذا الامر السيد الوطن وضحه من خلال انه يا وزاره التربيه يا وزاره الاعلام يا وزاره الثقافه يا وزاره كذا، هذه المسؤوليه الوطنيه التي تقع على عاتق كل منكم، عليكم التشارك في هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال للحصر كما ورد في المرسوم، وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل لديها كانت معاهد للاشخاص المكفوفين او الطلاب المكفوفين. وزاره التربيه كانت فقط ترسل لهم المعلمون أو المعلمين لكي يدرسوا بها بهذه المدارس. أحيانا كان المدرس يرفض هذا الأمر أنه أنا ما بروح درس على سبيل المثال هاي هيك شريحة اجتماعية. الآن هذا المرسوم نقل هذه العهدة إلى وزارة التربية كي تشرف عليهم تعليميا وتربويا وإلى آخره بهذا الجانب. أبقى الأمر التأهيل المهني والمركز المهني والأمور التطوير المهني لجانب صالح وزارة الشؤون. يعني الطفل إجى على وزارة التربية عملوا له تقييم أنه هذا ما بمشي حاله معنا دراسة. يا وزارة التربية عليك أنك أنت وزارة الشؤون عليك أنك أنت شو تتكفلي بالتأهيل. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عليها تأمين كافة متطلبات التأهيل المهني بما يتناسب مع القدرات العقلية. نحن لدينا مع الشخص ذوي الإعاقة مهما كانت إعاقته ثلاث أمور أساسيات بناخذها، يلي هي زمن حدوث الإعاقة، شدة الإعاقة، طبيعة الإعاقة. هذول ثلاث أمور إذا ما أخذناهم بعين الاعتبار نفشل مع الطفل أو الشخص ذوي الإعاقة. تمام. وخاصة مع الأشخاص أو الأطفال أو يمكن يكونوا كبار بالعمر يمكن تماما يلي صارت عندهم إعاقات مكتسبة. تمام. يعني ليست ناجمة عن عوامل ولادية أو عوامل تشوه هون ناحيتين نفسية وجسدية يمكن أصعب. الطفل اللي مثلا عند الأهل، الطفل اللي كان عم يلعب بالحارة 10 سنين 12 سنة 13 سنة أو كان بالجامعة أو كذا، وفجأة أصبح مبتور الأطراف، أصبح معاقاً، أصبح كذا، أصبح لدينا نقلة نوعية. إذن هذه الأسرة أيضاً تحتاج إلى حاضنة. تماماً. من يقدم لها هذه الحاضنة؟ من يضمن لها هذا الأمر؟ هو الوعي الثقافي بشكل عام. طب هذا الوعي خلينا كيف نحن ممكن نزرعه أكثر، وخاصة أننا ندمج طالب من ذوي الإعاقة مع طلاب عاديين. نحن إلى أي حد لازم يكون، هل يا ترى بمناهجنا، هل نحن غير عبر الإعلام يمكن عن طريق يعني التوعية، وخاصة كمان بدنا كوادر تكون جاهزة من عند حضرتكم هل لهم تربية خاصة كمان يكونوا رديفين ويساعدوا هذول الطلاب بالحصص الصفية. نشر الثقافي لا يقتصر على تعديل منهاج. نشر الثقافي يجب أن يكون شامل بكافة نواحي الحياة. تمام. يعني أعطي مثال بسيط. تفضل. عندما كنت أنا أقود السيارة وبدي صف سيارتي، بشوف شاخصة أنه هون مرسومة عليها كرسي معاق، أنه هذا الموقف مخصص. تمام. لازم نحترم هذا. لازم أنا ما صف سيارتي على سبيل المثال. الدول المتقدمة ما بصف سيارته،
نتيجة إن هو بأي لحظة قد يأتي شخص مخصص له هذا، لأنه قريب على بيته، قريب على محله، قريب على كذا، ما بيقدر يمشي مسافة طويلة، فخصصنا له هذا المكان حتى يتمكن من الوصول إلى مكان اللي هو رايح عليه بأقصر وقت وبأسهل وسيلة. تماما، يمكن هو نحن نشوفه أنه هو بالنسبة له بوفر جهد كبير له لهذا الشخص. خليني رح يحكي بشفافية، نعطي مثال حي، أنه إحنا شفنا بشوارعنا شيء اسمه رمبة خفيفة بالأرصفة. هذه الرمبة الخفيفة وضعت أو صممت بالأساس لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، المرأة الحامل، الشخص اللي كبير حامل بالعمر كمان. فإحنا بنجي بنلاقي بيع بليلة واقف صافف عليها على سبيل المثال، ما عنده ثقافة بهذا الموضوع. تمام بهذا، هي مثال بسيط يعني بهذا الموضوع. الحلو إنه نحن واقعيين وقريبين من حتى نحن حاسين بوجعكم وعم نعرف نحن تماماً القريبين. أنا كيف بدي أسمح لشخص ذوي إعاقة طول الشارع 500 متر وارتفاع الرصيف نصف متر يقطع الشارع على الجانب الثاني؟ الشخص الطبيعي والرياضي إذا بيطلع بينزل بجوز يسمعوا ديسك بهذا الموضوع. يعني إحنا نكون واقعيين. إذا الثقافة ليست فقط مختصرة على تغيير منهاج أو تكييف منهاج، لأنه هي لازم مجتمعية مثل ما عم تحكي بكل المجتمع وكل فئاته. تماما، وهذا الأمر ما ورد أيضا من مهمة وزارة الإدارة المحلية أن تضع شاخصات، أن تضع شيء يوجه أنه هذا المكان تمام هو مختص للأشخاص ذوي الإعاقة على سبيل المثال. تماما، وهلا كمان المرسوم يمكن حدد انه بينعفوا من يعني حتى الرموز حتى دفعه يعني لهي المصفات حتى ان كان، وفي كمان لهم شغلات طبعاً حلوه كثير يمكن بهذا المرسوم طبعاً تحددت اكثر حتى يمكن تعاملاتهم، فهي كمان وفر عليهم عندما جهد. المرسوم بمواده حدد حقوق المعوقين او الأشخاص ذوي الإعاقة، طالبهم بنفس الوقت على ما هي واجباتهم. تماما تمام، يعني انا مو بس منتظر، يعني الامر ايضا انعكس سلبا سابقا انه ثقافه الاشخاص ذوي الاعاقه دائما ينتظر انه انا بدي من منظمه غير حكوميه، بدي كذا، بيجي لعنده بدي كذا مالي تمام يعني بس او معونه يمكن ما بيهمه شو تمام شلون طريق. لا تمام، انت اوكي يعني رح نقدم لك هذا الامر، ولكن عليك واجبات تجاه نفسك، تجاه ثقافتك، تجاه تعليمك، تجاه اسرتك، تجاه مجتمعك بشكل عام. تمام، هذا الامر هم بصير المرسوم عمل نوع من التوازن، انا رح اعفيك من كذا وكذا وكذا. طيب انا رح اجيب لك سياره، سمح المرسوم سمح انه رح يتم استيراد سياره تتناسب مع طبيعه اعاقتك، رح نعفي لك اياها من 75%. تمام، بس بالمقابل بده يكون عندك قدره جيده على القياده، ما تاذي الاخرين الى اخره، وبالتالي انا عندي واجبات بهذا الموضوع. تمام، وبالتالي انا لست فقط يعني لست فقط انتظر الدعم، ايضا اشعر بانسانيتي باستقلاليتي بكذا. عندما سمح المرسوم ايضا للاشخاص ذوي الاعاقه بممارسه حياتهم العامه والسياسيه، يحق لهم الترشيح والانتخاب. قبل ما ندخل على السياسه، شو رايك كمان نرجع شوي هيك دكتور ازار، مثل ما عم تحكي ازار حضرتك انه عم تقول انه في حقوق وفي واجبات، مثل ما عم نحكي كثير نقطه مهمه دائما لازم هن يعرفوا انه صار عندكم حقوق كثير وانتم لازم يعني فعلا تعرفوا كيف تتعاملوا. مثل اليوم انتم دائما بالجمعيات اللي صارت هلا منظمات غير حكوميه مثلا، تاخذ فعلا هذا الشخص بتعلمه بتاهله، ان كان تاهيل ان كان للدراسه، في دورات يمكن للغات، في دورات للحاسب، في دورات حتى كفيفين بعرف انه بيتعلم ممكن حتى على لغه البريل، يعني كله بيحتاج هذا مثل ما قلت حضرتك معينات في منهم واشخاص. هلا كمان مثل السياره كمان الدوله انه فيها تسهل لهم هذا الموضوع وبتامن لهم، يعني لانه كمان هن بحاجته لهذا الموضوع. كمان انتم شو يوم بتقدموا لهم كل هذا بدكم منه يطلع منه شيء، ولكن كانوا يشتكوا ببرنامج انا قادر مثلا، احنا عملنا اشغال ما في عندنا سوق نصدر فيها مثلا، انه مثلا نبيعها، بدنا شيء. هذا التاهيل اللي رجعت حضرته له، انه نحن بدنا نحس انه في لنا مردود، نحس انه نحن قادرين نعطي كمان ونصرف على حالنا. هلا هو لاحظ المرسوم هذه النقطه عندما تحدث عن القطاع الخاص، عندما لما بيكون عنده بالقطاع الخاص لما بيكون عنده 50 موظف، اكثر من 50 موظف يحق له انه يوظف، مو بس يحق له، عليه الزام ان يوظف اشخاص من ذوي الاعاقه عنده بالمؤسسه. تمام، اذا كان عنده 49 وما دون من خلال الارباح اللي بيطالعها بياخذ مخصصات معينه الى المجلس الوطني للاعاقه لكي يتم الاستفاده منها بمشاريع تفيد الاشخاص ذوي الاعاقه. تمام، بعدين احنا نرجع نقول للاشخاص ذوي الاعاقه مثل الاشخاص العاديين، لماذا دائما انا انتظر من التعليم ان اذهب مباشره الى ابحث عن العمل وظيفي الى وظيفه بالدوله؟
هناك الكثير من الأعمال الحرة المكس التي قد تكون مردودها المادي أحسن من الوظيفة. تمام، وبالتالي نحن عم نعطيك مهنة معينة تعيش من خلالها، تشعر باستقلاليتك. لأنه دائما أنا عندي شعار دائما أقول الأب والأم ليسا دائمان في الحياة. إلى شوف تخيل لكل الأهالي، وبس اسمح لنا رح أقطعك شوي فيه، لأنه جانا تليفون من صديق برنامجنا محمد سمير، هو كفيف ولكن ضيف وعزيز وغالي. هو مثلا لأحكي عنده نقطة، بيعرف يعزف جدا على الأورج ولكن ما عنده هالإمكانية يصير عنده أورج، فهو بيعزف على اللابتوب. مرحبا، كيفك يا محمد؟ تحياتي لكم. تحياتنا لك، أهلا وسهلا فيك، شكرا على اتصالك. شو بتحب تقول يا محمد؟ طبعا أول شيء بدي أقول شكرا لاستضافة رائعة معكم في البرنامج. أهلا وسهلا. وكمان حسيتك بهي الحلقة إن شاء الله. هلا طبعا انا في عليلي صوتك شوي محمد لو سمحت. تمام. وبتحب توجه شيء للدكتور ازار؟ تفضل. دكتور في عندي بس موضوع صغير بخصوص مرسوم. ايه تفضل. هلا مشان موضوع الجمع المعاقين بصريا، طب هل في شغله، هلا هو المرسوم بصراحه كثير مهم. انا بتشكر السيد الرئيس على كثير الشغلات بيعملها بالمرسوم، بس هلا موضوع الجمركي، هلا كيف انه هو راح جمرك موبايل عن طريق بطاقه الاعاقه، مثلا كيف بدهم يتاكدوا انه مثلا هذا الجوال لإله، ما في حدا ثاني مثلا انه عم يضحك على سريتك لو ام تي ان بخصوص هذا الوضع، كيف ممكن يتاكدوا من هذا الشيء؟ انا هذا اللي حابب اعرفه. طيب كمان سلام لاختك ولكل اصدقائك ولكل اللي عم يحضرونا، شكرا لك يا محمد. هلا بنشكرك. تمام، شكرا لك. يعني الضيف والصديق هو من اصدقاء برنامج انا قادر. يعني تحياتي لاخي محمد، ما بعرف قديش بتمنى، ما بعرف قديش عمره تقريبا، شاب صغير وبس توظف كمان، يعني باركنا له قبل، فكمان صار له فرصه تمام. عمل، فهي حلو كثير كانت. ممتاز. يعني هلا هو اشار نقطه كثير مهمه جدا، وهي من ضمن المهمات اللي ممكن الى وزاره الاتصالات والتقنيه بهذا 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 الشأن. موضوع بما أنه حساس جدا الموضوع اللي طرحه، هذا الأمر سيلحظ بموضوع التعليمات التنفيذية. تمام. فلا يمكن لنا أن نشتهد بهذا الموضوع قبل صدور التعليمات التنفيذية. تمام. محمد لسه معنا على الخط. يا محمد سمعت لحتى يصير يعني تمام التعليمات التنفيذية بهذا الموضوع، بتوضح كل الأمور اللي علاقة بهذا الأمر. إضافة لهذا الموضوع، إحنا ليست فقط بالنسبة للأخوة المكفوفين ذوي الإعاقة من المكفوفين، احنا ليس لدينا فقط لغه البريل للدراسه والتعليم، نحن لدينا اصبح الهاتف الناطق، الموبايل الناطق، اللابتوب الناطق. تمام بهذا الموضوع. وبالتالي يعني العلم في تطور يتطور يعني. وان وصل احيانا لدينا متاخرا، ولكن نجد ان هناك حالات من التطور التقني والعلمي التي خاصه التي للاشخاص الذين يعاني من الأمراض الحسية اللي السمع والحاسة البصرية. فعلى سبيل المثال زراعة الحلزون التي أصبحت في سوريا من الحالات المتطورة جدا. تمام، وخاصة في كشف مبكر كمان. تمام. هي دعوة دائما عبر برنامجنا. كشف مبكر. تماما. كشف مبكر هو من أهم النقاط اللي بيخفف هاي الإعاقة. طبعا من أهم الأمور عديدة جدا بتخفف. إحنا لو نمتلك حقيقة الأمر ثقافة الإعاقة أو الخوف من الإعاقة في أمور كتير، إحنا في عنا بدون متقدمة لو كررت العبارة بس أنها من باب التقليد، يعني نقلد إيجابا. تمام. الدول المتقدمة مثلا عندهم تحاليل خاصة للزوجين قبل الزواج أو أثناء الحمل، لديهم زواج الأقارب شبه ممنوع مطلق. تمام، هي رجعنا لثقافة المجتمع. فرجعنا لثقافة المجتمع. تمام. بهذا الأمر. لذلك إحنا يعني إحنا في دراسة أجريناها. خلينا نشوف بس محمد مشان ما نتركه معنا على الخط، شو رأيك؟ يلا تفضل. محمد شو عندك كمان أسئلة يا محمد؟ هلا في موضوع أنا كنت بتمنى إنه شغلة، يا ريت بتمنى سيادة الرئيس برنامج أنا قادر وطلبي اللي أنا بدي إياه وقت اللي بده يعني على هذا المرسوم، حط إنه يعني نحن نروح لنقدم على وظيفة، ففي أمور كتير منحس فيها بصعوبات، مثل إنه يعني بعني صاحبين المعمل يا جماعة عن الباب ما فتحونا، يعني إحنا لنقدم على وظيفة
والله على السبيكر حاكون، يعني هي كثير بصراحة إهانة، إن كان للمعاق بصريا أو لأي، يعني صراحة كثير كثير هذا الموضوع. قلنا لكم يا محمد الحقوق إن شاء الله صارت مصانة بعد هذا المرسوم، وبعد ما يصير تنفيذه نحن عم نحكي عن البنود، وغطى هاي النقطة وأجبر حتى يعني القطاع الخاص والقطاع العام هو موجود عندنا، ولكن القطاع الخاص صار مجبر يعني. فإن شاء الله يا محمد هاي العقبة يعني بتتزلزل إن شاء الله. تماما. أنا هي يعني الإضافة اللي حبيت ضيفها مبدئيا، يعني هذا الشيء. شكرا يا محمد، انت اسرتنا ايضا نقطة كثير مهمة جدا. يعني بنرجع نقول انه كثير من الاشخاص اصحاب العمل بالقطاع الخاص لديهم نظرة انه اذا فات احد الزبائن الى المعمل وشاهد هيك قد يهرب الزبون او الى اخره. طبعا هذه الثقافة ايضا نقول هي عبارة عن ثقافة بهذا الموضوع. المرسوم اصبح واضح بهذا الشأن، ولا نقاش فيه تماما، ولا نقاش فيه بهذا الموضوع. النقطة واضحة، الفقرة كذا والفقرة كذا واضحة جدا بهذا الموضوع. والمجلس الوطني للإعاقة سيكون من مهامه متابعة هذه النقطة يعني بامتياز، خلينا نسميها كمان يعني. في عقوبات، يعني نحن عملنا حلقة كاملة عن العقوبات، وكمان هي رادع يمكن للناس اللي فعلا بدها أول شيء ضبط. يعني دائما بنشوف أنه لازم الأشخاص هيك. خليني ودع محمد ونرجع نتابع حوارنا. محمد شكرا لك ولاتصالك ولمداخلتك معنا ببرنامج أنا قادر. يا لكم ولدكتور آذار ولبرنامج أنا قادر. يا أهلا وسهلا نورتنا. خلال عام هيفاء، اهلا وسهلا. كمان اكيد موجهه تحيه لزميلتنا ولكل زملائنا ببرنامج فريق العمل ككل. تمام. تفضل نرجع نتابع هاي النقاط. فعلا هنا عم يسالوا انه يا ترى اذا رحنا بشغلونا، يا ترى اذا رحنا ندرس بهي المدرسه يمكن الاهالي بده يسجل ابني، بيقبلوا يسجلوا هذا الهاجس. هذول الامور البسيطه يمكن بنعتبرها، ولكن هي يعني حقوق للاشخاص. خلينا هيك نريحهم شوي ونطمنوا. انا بريحهم بشغله واحده، عندما يكون القانون واضح تمام، ومن ينفذ القانون يدرك كل مادة وما تبعاتها، بده يتنفذ القانون، ما في مشكلة بهذا. تمام. فلا يحق لمدير مدرسة على سبيل المثال أن يرفض الطفل أموره سليمة ولا غبار عليه بهذا الموضوع. تمام. لذلك هذه الأمور بنرجع نقول التعليمات التنفيذية بدها توضحها بحذافيرها كلياتها، لأن كل وزارة بدها تحط كل وزارة تبند التعليمات التنفيذية. تمام. ستلزم موظفينا بهذا. وبالتالي عندما تحدثنا عن موضوع الإعفاءات، المرسوم 34 كان متحدثا او جاء في نصوصي انه يعفى الشخص ذوي الاعاقه من الطوابع الماليه بكل معاملات الدوله له. للامانه لم ياتي اي موظف على مستوى وزاره الماليه نفذ هذا الامر ابدا. صح. ابدا. ليش؟ بيجي بيقول لك وين الماده؟ روح جيبها من عند مفتح السيد الوزير على سبيل المثال. تمام. هيك لا انا ما سمعت فيها، ما شفتها. فكان يدفع الاشخاص ذوي الاعاقه، الان ما في عندهم. وهي الريع الطوابع كمان يمكن دكتور أزار، يعني هذا كمان لحاله بيروح للمجلس كمان. هاي نقطة حلوة كتير بهذا. يعني أصبح بإمكان أي شخص مع إثباتات من ذوي الإعاقة، مثل ما عم تحكي هي البطاقة، يعني هي اللي بدها تثبت يعني الشخص ده. هلا لازم يسجلوا كل، حتى الأهالي يسجلوا كل أبنائهم والبطاقة. هي رسالة عم وجه لنا يا برنامج أنا قادر. من هذا المنبر أتمنى من كل أسرة لديها طفل من الأطفال ذوي الإعاقة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما كان عمره، تمام، أن يتوجه عندما تصدر التعليمات التنفيذية وتصدر الأوامر، أن يتوجه لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بكل محافظة على لكي ينال هذه البطاقة. تمام. فهي ضامنة حقه بامتياز وين ما راح بهذا الجانب. تمام. وبالتالي عندما نقول أن شركة الطيران معفى المعوق الشخص ذوي الإعاقة والمرافق من 50% من سعر البطاقة، بتجي شركة الطيران بتاخذ 100%، ستحاسب شركة الطيران على سبيل المثال عم بحكي. تماما. لا القانون واضح، المرسوم واضح بهذا الجانب. الآن أصبح لدينا جهة مرجعية واضحة، يلي هي أنا كخبير عم بحكي، لدينا كمرجعية واضحة اللي هي اسم المجلس الوطني للإعاقة. بإمكان أي شخص من ذوي الإعاقة حامل هذه البطاقة وهذه كذا أن يتقدم بشكوى، أنه فليكن آزار عبد اللطيف عملت معه كذا، لم يلبي كذا، بإمكانه. هذا حقه الطبيعي. تمام. حقه الطبيعي، لأن أصبح في عندنا مرجعية. هذه المرجعية هي ضامنة. تمام. ورغم ذلك أنا عندما يأتي ما بدي كمان الشخص المعاق بس يجي يبتلي ابتلاء، يعني. تمام. أنت عارفان حقوقك، تعرف أثباتك. أكيد. تمام. بهذا الجانب نرجع نقول
الاشخاص ذوي الاعاقه ارجوكم من هذا المنبر بس يطولوا بالك شوي بس لحتى الاواب يعني تصير التنفيذ يعني هالموضوع لانه في ناس راحت فورا عم تشتري موبايلات وانه بقدر بلا جمرك انا سمعت فقلنا لهم طولوا بالكم لسه يعني لانه ما اجى يعني بديش يعني اللي عم يبيع ما اجى تعليمات توجيهات نصي انه عليك بكذا لذلك انا انصح الاشخاص ذوي الاعاقه من الان من هذا المنبر اسمحوا لي ان يدركوا ما هي واجباتهم وما هي حقوقهم عند ذلك سيشعرون بان وجودهم كانسان قادر اصبح موجود أكيد. استقلاليتهم كانسان قادر اصبحت موجود دورهم بالمجتمع كانسان قادر اصبح موجود اكيد تمام هذا يمكن خفف عبء مو بس على ذوي الاعاقه على اهلهم نرجع نقوله حتى يمكن الجمعيات حتى يمكن الاشخاص هلا حضرتك استاذ يعني بالجامعه بالتربيه الخاصه يمكن هذا يفتح المجال للاشخاص انه ندرس هذا الاختصاص انه صار مطلوب صار يمكن الناس يعني تاخذ تعرف انه في له يعني عمل هلا صار يمكن في حقوق كمان لهم للاشخاص اللي بيشتغلوا بهذا المجال اسمحي لي احكي بتجربة انا فضل. عندما كنت مشرف على مسألة الدمج في وزارة التربية بين 2000 و2002 قبل ان اذهب الى الجامعة قمنا بورشة عمل وحضرنا خبيرة من بريطانيا كان اسمها كريستين مايلز عم تحكي قدام الملأ كله بالحرف الواحد نحن في بريطانيا بدأنا الدمج منذ 100 عام ولا بننجح الى الان بتحقيق الدمج فالعالم شو صار نوع من الاحباط تمام ولكن أنصحكم أن تأخذوا النقاط الإيجابية وتنطلقوا منها والأمور السلبية عالجوها بهدوء تمام هي واقعية يعني حتى نكون واقعيين أنا طبعا. هذا الكلام أنا كان وقتها السيد وزير الدكتور ونحن يا ريت نوصل يعني نحن نعتبر من الدول النامية يعني بهذا الموضوع أكيد حلم نوصل إن شاء الله نحن قادرون أن نصل أكيد أكيد بالعزم والإصرار قادرون أن نصل ولكن هذا الأمر ليس يعني مو يعني ما معنى عصاموسة حتى نحقق هذا الموضوع لا تنسوا انه احنا الحمد لله يعني الجمهوريه العربيه نحس حالنا بنهايه ازمه ننطلق من جديد ببناء المجتمع من جديد فالشريحه الاجتماعيه من حقها علينا ايضا انه تعيش وتنتج تاخذ حقوقها وتاخذ حقوقها وتعطي واجباتها والى اخره بهذا ولانه هن عنصر فاعل يعني وعنصر يعني حتى يعني عم يعطوا احسن من الاشخاص الاصحاء لاول مره في النصوص في الجمهوريه العربيه على المرسوم يعين هيئة تعليمية من ذوي الإعاقة في على مستوى الجامعة تماما سابقا طلاب عندي لأنه مكفوف وطالع الأول على القسم ويرفض والله أنت ما بتعرف ما فيك تعطي محاضرة لك يعني ليش ما بعرف أنا شلون طالع الأول عندك على القسم وما بعرف أعطي محاضرة تمام بهذا الموضوع في فروع ما كانوا يقدروا يدخلوا له كمان تمام الآن المرسوم أصبح يحق للجامعة مو يعني تعيين ذوي الإعاقة كلمة يحق له هو التقط بالمرسوم يعين الله تمام بمعنى انه اصبح انت يعني ساوى نوع من التكافؤ بالعكس اصبح يعني انا حتى غير يمكن نحكي على التفاضل طبعا انه صار لهم هن المفاضل لهم لحالهم يعني كمان هي كمان نقطه حلوه المفاضل المستقله لحالهم هي كانت موجوده تمام ولكن الان بعتقد تزداد فرص المقاعد تبع تمام مثلا كليه التربيه كان يطلع لها مثلا 10 مقاعد الان بيطلع لها 15 مقاعد ولكن انا حريص جدا وارجو ان على وزاره التعليم العالي ان تاخذ بهذا الراي وهذه النصيحه حريص جدا ان يتم اختيار الفروع التي يمكن للطالب من ذوي الاعاقه بعد ان يتخرج منها ان يمارس مهنته من خلال شهادته تمام على سبيل المثال لا الحصر اذا اخذنا يعني طالب نجح ثانويه عامه ذهب الى كليه التربيه وذهب الى قسم طلع له بالمفاضل قسم معلم صف قسم معلم صف خاص بتعليم الاطفال في المدارس تمام سيجد صعوبه بان يعطي الرياضيات والعلوم والعربي من الصف الاول للصف الرابع باختصاص بهذا الموضوع تمام طيب لا انت عندك مثلا قسم المناهج لك فرص اكثر انت بقسم علم النفس لك فرص اكثر ممكن الى اخره تمام يجب ان يلحظ هذا الامر حتى ما نقول ما يجي المعاق على مجلس الاعاقه من المستقبل فرضت علي مهنه معلم صف وزير التربيه سبيل المثال ما وظفني تمام بهذا تمام. الموضوع اصبح لدينا مشكله بهذا الموضوع قادرين على حلها قبل ما تصير اذا استطعنا ان ندخلك بالاختصاص ايوه نفكر انه انت
لا يمكن لك ان تمارس الطب، اوكي خلص لا تحطوا لي الطب بهذا على سبيل المثال. تمام، على سبيل برجع بقول انا بحط امثله، نحن نوضح المرسوم. ولكن انت يعني مثل عم نحكي خبير بهي الشؤون وعلى درايه فيها، ان كان مثل حضرتك بالتربيه وهلا بالجامعه عم نحكي، فعم نحكي حكي منطقي يعني الاشخاص اكيد واعيين لهذا الموضوع وعايشينه يعني اكيد. الكوادر التربويه الموجوده في وزاره التربيه هي من الكوادر خريجي جامعه دمشق، ويفترض ان تكون من الكوادر ذات كفاءه. ومع ذلك في مجال الأسرة في مجال الدمج والإعاقة أنصح بالمزيد من الدورات النوعية على أن يكون المدربون نوعيون أيضا. دائما حلو، دائما الشخص المناسب بالمكان المناسب، حتى يمكن إذا بدنا نرجع على المجلس فعلا يعني لازم تكون الناس على دراية مثل ما عم تحكي حضرتك، حتى تمثل حتى لو كان هذا الشخص حتى من ذوي الإعاقة يكون فعلا عنده أفكار عنده رؤية. دائما يعني الشخص المناسب بالمكان المناسب بيعطي أفضل مثل ما عم تحكي حضرتك، إذا توجيهه فقط هون بيفيده للشخص وبيحدد له مستقبله للأمام. إذا بدنا نحكي نرجع عم تحكي حضرتك كمان كنا عم نحكي عن حقوقنا السياسية، خلينا نحكي كمان شو قدم لنا المرسوم. المرسوم بهذا الجانب انه كان يحق للاشخاص ذوي الاعاقه من ممارسه حقهم في الانتخاب وفي الترشيح، يعني بيحقوا لي يرشح حاله لمجلس الشعب. كان زميلتنا هدى محمد ايضا مرشحه، نوجه لها تحيه، مرشحه الى رشحت نفسها لعضو مجلس الشعب. تمام؟ تمام، يحق لها ايضا ان تذهب للانتخاب ان تنتخب فلان او كذا، وبالتالي اصبحت هي عند اي شخص من ذوي الاعاقه مثل اي شخص ثاني. ولكن ايضا هذا الامر انه انا اطالب ان يدرس موضوع ان يخصص مقعد او مقعدان في مجلس الشعب من ذوي الاشخاص ذوي الاعاقه، وقت انا بكون كرست الموضوع بشكل يعني بالمستقبل يعني. تمام، يعني بكون كرست، لانه مهما كان الشخص قادر على ان يدافع ويتكلم عن الاشخاص ذوي الاعاقه ما رح يكون مثل شخص نفسنا معني او نفسه حاسس عايش بمشكلته، عايش متزوج وعنده اطفال، يعني مثل زميلتنا هدى متزوج وعنده اطفال ناطقين مثلا، شو المشكله اللي عم تعاني معها مثلا على سبيل المثال؟ فهمت شو الفكره؟ وبالتالي دائما الذي صاحب المشكله هو اقدر على وصفها توصيفها وبس هيك، ويضع لها حلول. اكيد هي تماما. يمكن نحن شاهدنا كثير يعني نحن قد ما بنقول برنامج انا قادر يمكن غير كثير نظره الناس فعلا لذوي الاعاقه، شافوا قد ايه ابداعهم، ولكن كان بدهم الدعم، وهلا حسينا بهذا المرسوم اجى الدعم، اجى انه بس بدنا حقنا بهيك، نحن ما عم نقدر هيك، هذا كانت جهود فرديه من الاشخاص من تماماً. يعني غير يعني اكيد شكر للمنظمات اللي صار اسمها هلا غير حكوميه الاهليه اللي عم ترعاهم اللي فعلا بتهتم. وانا حبيت كثير نقطه انه التنمر ممنوع على الاشخاص، الكلام يعني حتى اللي عم يعتنوا فيهم اي شخص ان كان الاهل عم يجوروا مثلا يعني لا سمح الله على ابنائهم، او حتى اللي عم يعتنوا فيهم عم يجوروا عليهم، هون كمان في قانون بيحاسبهم، وهي نقطه وعقوبات ونقطه كثير مهمه. يعني في نحن كنا نشوف مثلا عالم انه ابنه شو بدنا نعمل له، لا هلا صار فيك تشتكي لانه له حق هذا الطفل. العقوبات هو باب العقوبات اللي وسر اعطى هذا المرسوم ميزه اضافيه جدا. بمعنى في اشخاص كانوا ياخذوا بطاقه المعاق ويروحوا على منظمات غير حكوميه وياخذوا باسمه ادويه مصاري بدهم، هاي استغلال. تمام، هذا استغلال. والتسول يعني كمان هذا استغلال، التسول ايضا استغلال. تمام، بهذا الجانب في المرسوم موضح العقوبه، الحبس ما بين كذا وكذا، والغرابه بين مليون و3 مليون. تمام، حسب ما اذكر المبلغ المالي. تمام، وقابل للمضاعفة حسب الجرم يعني بيكون بهذا، اذا اساء حتى بلفظ حتى أو اساء او تشويه سمعه او كذا الى اخره، ايضا صاحب المشكله يمكن ان يتقدم بالشكوى وياخذ حقه وفق المرسوم بهذا الجانب. تماما، لذلك يعني بند الاعفاءات كان ممتاز، بند الغرامات ايضا كان ممتاز، واعطى اشعر يعني اعطى ذوي الاعاقه واسرته نوع من الراحه بهذا الجانب. احنا عشان ما يحس حاله هو عبء عليه وعلى اهله، يعني هذا النقطه كمان انه لا
انت يعني اريح، وكمان مثل ما حكينا المعينات اللي بتساعده، ان كانت السمعيه، ان كانت الرؤيه، ان كانت حتى العصايه يمكن اللي بتساعد الكفيف، لغه بريل، هدول كلياتهم هدول يمكن التطور موجود والتكنولوجيا يعني بنتمنى نوصل لها، بس في كمان معنا فيديو نحن اسمح لنا يعني لهيك نحن عم نحكي في اشخاص يمكن شافوا لاول مره، كمان لنستعانوا بمعينات يعني لنشوف هيك شوي ونشوف احساسهم، هذا يمكن لحاله فرحه بتعطينا لنا ولا لهم. خلينا نتابع مشاهدينا هذا الفيديو. يستحق المشاهدة ويستحق كثير كمان يعني يمكن أثر فينا كلنا ككادر وكأشخاص يعني أنا أستطيع أن أضع عنوان لهذا المقطع الفيديو تحت عنوان كلمة واحد، معاقون ولكن إشارة استفهام، بس بدي أحكي معاقون ولكن إشارة استفهام، لأنه يعني بصراحة تطور مجتمعات لا يقاس بعدد الأطباء والمهندسين والمحامين وإلى آخره، بقدر ما يقاس أخلاق واحترام يمكن، بقدر ما يقاس حاليا بالمدى الذي يقدمه المجتمع من خدمات للكشف المبكر والعلاج لذوي الإعاقة. أكيد هي هي خلينا رسالة هيك نوجهها عبر برنامج أنا قادر. نعم. يمكن توعي خلينا للمجتمع للأهالي للناس مثل ما حكيت أنت يعني زواج الأقارب، إنه حتى الفحص يعني مجرد هي نركز كتير على شغلات هي بتقينا إنه نوصل لهيك مرحلة ونحمي هدول الأطفال بعدين يعني. يعني 75 أسرة عملت عليهم دراسة بعام 2005 لديهم أطفال معاقين، طلع من 75 أسرة عندي 65 أسرة من زواج الأقارب ناجمة عن زواج الأقارب. هاي نسبة مخيفة أكيد، مو يعني بسيطة، دراسة مخيفة يعني نتائجها هي بال 2005. فالآن بعد الأزمة وبعد اللي صار كمان، وفي ناس كتير يعني كنا عم نحكي تحت الهواء ممكن ما كانت تسجل حتى يمكن زواجها يعني تأجل، فكمان هون يمكن يعني مشاكل أكثر. في كتير ما زن يعني زواج مبكر للفتيات بعمر 14-15 ما بيسجلوا، ولكن بتلاقي آخر شيء بيسجلوا وهي ابنها، هي يعني بسجلوا وهي وابنها بعدين بهذا الجانب. تمام، يعني نحن جدا جدا سعدنا بالحوار مع حضرتك وبتوضيح نقاط كثير مهمه بتعنى بذوي الاعاقه، ولكن نوجه رساله من حضرتك هلا ختاما يعني عبر برنامج انا قادر لكل مشاهدينا اللي عم يحضروا، انه قد ما فينا يعني باختصار شديد قد ما فينا احنا كابناء مجتمع انه ننظر لهالشريحة بنظرة إيجابية، لأنهم بالفعل أشخاص إيجابيين وعندهم طاقات وعندهم قدرات. أكيد. ونمنحهم فرصة، لأنه
تحت مبدأ المسألة ماشي على رجليك ما بتعرف شو مقدر عليك. تماما قايلين كثير يعني أي لحظة يمكن أي حد لحظة الشخص معرض، أي لحظة معرض يكون لازم. نتيجة حادث مرض كذا لا سمح الله، وبتمنى الشفاء العاجل للجميع وما حدا يصل لك الخير بهذا بهذا الجانب. يعني نحن مع الامل ان شاء الله يعني بلشنا ومع هذا التفاؤل بهذا المرسوم ورح نختم هيك ان شاء الله. ان شاء الله ما يكون الاخوه المشاهدين تضايقوا من حديثنا. لا اكيد حكينا قريب بعتقد واقعيين كثير وما بدنا نجمل الواقع منهم كثير يعني صراحه ما جملناهم بهذا اكيد ما بدنا نجمل لحتى نكون واقعيين نعرف نحط ايدنا على الوجع لحتى نعرف نعالجه لهذا الوجع. شكرا لحضورك المميز معنا دكتور ازهر، نورتنا اليوم ببرنامج انا قادر، سعيدين فيك. شكرا لحضرتك دكتور أزهر عبد اللطيف، حضرتك أستاذ في جامعة دمشق تربية خاصة وخبير في شؤون الإعاقة، أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لكم. أهلا وسهلا مشاهدين، أكيد بدنا نجدد الشكر العميق دائما وأبدا لسيد الوطن اللي منح هذا المرسوم لشريحة مهمة بالمجتمع السوري، وأيضا ضمن حقوقهم المادية النفسية الإنسانية بكل بند من هذا المرسوم الرائع فعلا. كمان بدي أتشكركم مشاهدين على متابعتكم لنا، على أمل أنه نلتقى مرة ثانية على شاشة الفضائية التربوية السورية. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.